السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى فيديو جديد. كنت في فيديو سابق تحدثت عن كيفية حجز طيران وهمي بديل عن الخطوط التركية، وذلك أن الخطوط التركية التي كنا نحجز عن طريقها كانت يعني تعطيك حجز وهمي أو حجز يعني تدفعه في وقت لاحق، لكن هذه الخدمة توقفت وأصبحت تأخذ الخطوط التركية 18 يورو، يعني يجب أن تدفع 18 يورو حتى تتمكن من الحجز والدفع في وقت لاحق. لكن شاهدت اليوم فيديو يعني منذ شهر تقريبا قام بالحجز عن طريق الخطوط التركية ولم يدفع، لذلك لكنه قام أيضا بتسجيل الدخول، يعني قام بإنشاء حساب على الخطوط التركية. ففكرت أن المسألة تكمن في إنشاء حساب، لذلك سنقوم الآن بإنشاء حساب على الخطوط التركية ونرى إذا كانت المسألة صحيحة أم لا. لذلك سنتوجه أولا إلى الخطوط الجوية التركية. طيب هنا الحجز، لن أقوم بالحجز الآن وإنما سأعطيه ريجستريشن يعني تسجيل في الموقع. هنا الخيار الأول هو الفورنامه، الاسم الأول يعني. الخيار الثاني هو الاسم الأخير أو النخنامة، ثم بعد ذلك الشبراخة أو اللغة، لا أعرف ماذا يريدون اللغة لكن سأختار الإنجليزي. طيب هنا ناتشوناليتيت أو الجنسية، ستختار السورية طبعا. هنا سوريا. طيب هنا تاريخ الميلاد، هنا الريد أو الاسم أو المتحدث، يعني صيغة المتحدث السيد أو السيدة. بعد ذلك هنا كونتاكت داتا أو طريقة التواصل، اللاند أو المكان الذي تقيم فيه، أنا أقيم في ألمانيا دويتشلاند. ثم بعد ذلك الأورت، أو عفوا هنا يجب أن تضع الأدرسة أولا، هنا تختار الأورت أو المنطقة التي تقيم فيها. ريجيون، لا أعرف ماذا، الخيار الوحيد هو أذر، لذلك سأختار هنا بوست لايت سال أو الرمز البريدي. أدرسة أو العنوان الذي تقيم فيه. الإيميل أدرسة أو عنوان البريد الإلكتروني. هنا اختيار البلد الذي تقيم فيه حتى يتواصلون معك، يعني الموبايل. هنا رقم الهاتف لكن بدون صفر تضعه أولا. ثم بعد ذلك اختيار كلمة السر. هنا اختيار سؤال أمني، سأختار السؤال الأول. من فيلشر اشتات هابنزيب، يجب أن توافق عليه أيضا. الخيار الثاني للأسف، يعني جميع الخيارات يجب أن توافق عليها ثم تعطيها أنك لست روبوت. طيب الآن سأختار الرحلة من كون على سبيل المثال إلى اسطنبول. سبيل المثال من 1/10 إلى 15/10. طبعا اخترت ذهاب وإياب. طيب هنا من كون ناخذ اسطنبول، يعني من كون إلى اسطنبول يوم الخميس 1/10 والعودة في 15/10. طبعا هذه الخيارات متاحة، سأختار الخيار الاقتصادي الأول 67، ثم عليك أن تختارها. ثم تاريخ العودة الروك رايز هنا فون اسطنبول ناكون، يعني العودة من اسطنبول الى كون يوم الخميس في 15/10. سأختار هذه الرحلة الساعة الرابعة. طبعا كل ما اقوم به الان مجرد مثال ليس اكثر، يعني حتى نرى ان كانت العملية صحيحة. ثم سأعطيه برايس اند سايجن، ثم تعطيه ديزن فلوج او سبين. طيب تم اختيار الرحلة، الان السعر هو 148 يورو. هنا هذا يظهر دائما برايس جارانتي، يعني
لضمان السعر ادفع 18 يورو حتى لا يتغير السعر في وقت لاحق. سأعطي فايتر. طبعا بإمكانك هنا إضافة مسافر آخر إذا كنت لا تريد الحجز لغيرك، وهذا الخيار في الأخير إذا كنت تريد تلقي إشعارات عبر الإس إم إس حول ظروف الرحلة. سأعطي فايتر. يجب اختار المسافر المختار. اخترت المسافر. طيب اعطيه فايتر. هنا بعض الخدمات الإضافية، يعني إذا أردت اختيار الكرسي على سبيل المثال جنب في جنب الشباك سيضعون سعر أعلى، لذلك لا داعي لهذه الخدمات الإضافية. سأعطيه فايتر. طيب طبعا في حال كنت تريد الحجز بإمكانك الحجز عبر هذه الخيارات النقدية، لكن نريد التجربة الآن فقط، الحجز الآن والدفع في وقت لاحق. يعني ديزن فلوغ ريزيرفيرن اون شبيتر بتسان. سأعطيه هنا. هو يقول جميع الخدمات الإضافية سيتم حذفها فيما إذا اخترت هذا الخيار، هل أنت متفاهم مع ذلك؟ سأعطيه إياه. طبعا لا تريد خدمات إضافية أساسا. طيب لحد الآن يعطيني خيار 18 يورو، لا أعرف يعني كيف ظهرت معه بدون 18 يورو. سأعطيه فايتر. يعني جميع الخدمات التي وصلت إليها الآن هي خدمات مدفوعة، لذلك لا أعرف مدى صحة هذا الكلام. دقيقة أريكم الفيديو. هذا هو الفيديو الذي شاهدته هنا، الشاب المصري هذا. طبعا هنا تاريخ يعني تاريخ تنزيل رفع الفيديو منذ شهر واحد فقط، لذلك قمت بالتسجيل، لكن للأسف يعني يبدو أن الطريقة ليست صحيحة. ازيكم عاملين؟ طبعا هنا بعد أن يقوم بتسجيل الدخول يصل في النهاية إلى هنا. طبعا هنا نفس الخيارات، لكن هنا 20 دولار، يعني احنا يضعون 18 يورو. يعني كما تشاهدون تم الحجز، لكن لا اعرف متى تاريخ يعني تاريخ هذا الفيديو، ربما صوره في وقت سابق يعني ورفعه الان، لكن تاريخ الرفع هنا في 6/7/2026. طبعا كما تشاهدون هنا free of charge، يعني انه لا يجب عليه ان يدفع شيء، في حين ان الخيار الذي نحصل عليه نحن هنا يعني الخيار الوحيد الذي نحصل عليه هنا خيار 18 يورو، يعني حتى نحصل على التيكت يجب ان ندفع 18 يورو، في حين حصل عليه هو مقابل بدون مقابل. لا اعرف الفرق صراحة اذا كانوا يتيحون على سبيل المثال في بعض البلدان دون بعض، يعني على سبيل المثال اذا كانوا يتيحونها في مصر او الدول العربية ولا يتيحون هذه الخدمة يعني في الدول الاوروبية. اذا كان الحال كذلك فانصحكم يعني بالحجز عن طريق احد الاخوة في الدول العربية، يعني ممكن تتواصل مع احد الاشخاص مقيم في الدول العربية وتخليه يحجز لك التيكت عن طريق النت يعني بدون دفع، احسن ما تدفع انت 18 يورو. هذا كان فيديو اليوم، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اعجاب واشتراك في القناة. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.